على مر الزمان ظهرت العديد من القصص والتقارير عن جزر أسطورية موجودة في عالمنا، بعضها حقيقي والآخر من نسج الخيال. ومع كل إصرار يتبدد الغموض تظهر الحقائق، ومع العزم والمغامرة يكمن الاكتشاف ويتجلى سر خفي من هذه الأسرار. من هنا والسحب تعانق هذا الجمال والمنظر الخيال، يدفعنا الشغف للاستكشاف. نحط رحالنا في هذا المكان على بعد 32 كيلو مترا من محافظة حضرموت، تحديدا في محافظة شبوة غرب بئر علي. يوجد هنا سر من أسرار الطبيعة. نعم، جزيرة سخا، إحدى الجزر الواقعة ضمن قطاع جزر البحر العربي. طبعاً جزيرة سخا تعتبر موقع أساسي ومهم لمنطقة بئر علي الواقع في محافظة شبوة. وهذه الجزيرة طبعاً من أهميتها يعتبرون الصيادين كعنصر أساسي لرزقهم ولكثرة تواجد الأسماك فيها، وأيضاً بالنسبة للغواصين أيضاً يكون لها أهمية. وكان أول زمان الصيادين هذول العقال الكبار في السن والقدمة يسمون هذه الجزيرة السخاء لأنها سخية بالأسماك. يعني باختصار أي صياد يجي بيصطاد فيها أو بيغوص فيها رب العالمين بعد فضل الله ما يرجعه خايب من كثرة الأسماك اللي تتواجد فيها. جزيرة صغيرة ذات بيئة طبيعية خلابة، تتخذ الطيور منها ملاذا آمنا يرتادها الصيادون لصيد الأسماك، كونها تمتاز بمزايا عالية لتواجد الأسماك ونمو الشعاب المرجانية المختلفة والخلابة. جزيرة سخا غنية بالشعاب المرجانية بكثرة شديدة جدا. يعني جميع الشعاب المرجانية، شعاب مرجانية شبك وشعاب مرجانية مسطحة وشعاب مرجانية بكثرة جدا جدا. معناها جزيرة سخا ما تدل، بس إذا برد البحر تشد البرودة هناك، وإذا حار الطيف في الصيف تكون حرارة شديدة في هناك لأنها في وسط في عمق البحر. ترتفع الجزيرة عن سطح البحر بخمسة وثلاثين مترا. تشكل هذه التحفة الربانية البديعة منطقة بحرية ذات مياه صافية وتيارات بحرية هادئة، متكيفة مع بيئة مناسبة للشعاب المرجانية المتنوعة، وتعد أيضا مركزاً رئيسياً لتجمع الأسماك والأحياء البحرية، بينما تكثر فيها طيور النورس الأبيض وعدد كبير من الطيور المختلفة. كل ذلك يخبرنا أنها موطن لهم باستمرار. الطيور هذه الدفيقة والنورس وطيور المالك الحزين وطيور البحر هذه الصغيرة كثيرة، والسلحفاة هذه العادية موجودة مليان في الجزيرة.
وطبعا في تنوع الاسماك، جميع الاسماك هنا متواجده، بعضها الصيد البياض والسواد. من صيد البياض التمكري والسهاي وايضا الطرناك والديرك متواجد ايضا في ذي المواقع. تعد هذه الجزيرة إحدى الجزر المهمة في البحر العربي التي تتوازى بيئتها مع بيئة سقطرى لإمكانيتها ومزاياها التي تعزز السياحة البيئية، بالإضافة إلى تعدد مناطق الغوص فيها لهواة التصوير والترفيه والاستمتاع ببيئة البحر العميقة. هواة الغوص والاستكشاف تحت هذه الأعماق في هذه الجزيرة اتخذ جانبا سياحيا واستكشافيا نتج عنه جمال آسر في الكائنات التي تعيش تحت مياه بحر هذه الجزيرة والشعاب المرجانية، فأصبح الوقع كأنها رحلة إلى أعماق البحار، وما هي إلا جزء من جمال سخا سر الأسرار. يعني كان زمان ما شاء الله الصيادين يجيبون بكميات كثيرة في الصيد، أما الآن حاليا نسبة الأسماك قلت، لأنه يعني باختصار زادت وسائل الاصطياد الغير شرعية، وهذا سبب كبير في قلة الأسماك. ونرجو إن شاء الله بإذن الله من الجهات المختصة أن يعتنون بهذه الجزيرة، لأنها تعتبر موقع أساسي في محافظة شبوة في منطقة بئر علي. تضاريس هذه الجزيرة عبارة عن كتلة صخرية بركانية ذات تشققات تكثر فيها الكهوف مع وجود نتوءات صخرية حولها، ومع مرور الزمن مياه البحر شكلت في بعض الصخور بعضا بما يسمى النحور البحرية التي تعتبر من منطات الطيور. ملامح الجبال التي تشاهدون بتضاريسها المختلفة وألوانها تجعل المتابع يقع في حيرة، فقد أبدع الخالق في خلقه، كلها عوامل جعلت هذه الجزيرة محط أنظار الجميع. هي أصلاً في قلب البحر، فيها شاطئ، يعني شاطئ مليئة، يعني بس إذا فك البحر تبي يعني تكبر مساحة الفتحة هاي الجزيرة. إذا استوى فيها يعني حاجة سياحية ممكن تتعدل الأمور فيها. يعني السياحة ممكن إذا توفرت المياه فيها وتوفر شيء، يعني حاجة يعني مظللة تظلل الناس من حرارة الشمس ومن العوامل الذي في الجزيرة، ممكن تكون سياحة فيها. أما في هذا الوقت الحالي أما تحت جرف يا أما تحت ما تقدر تسير، إلا في الوقت العصرية دي يصطادوا، هذا يروح بيصطاد العصرية إلى الصباح ثاني يوم يروح، أما بيخان تسيح طول النهار يلا تحت جرف تجلس، يلا ماشي، يعني ماشي حاجة تهميك من حرارة الشمس. تفتقر جزيرة سخا عموما إلى الشواطئ الرملية، على الرغم من وجود شاطئ رملي داخل خليج هذه الجزيرة في الجهة الشمالية الشرقية،
من سخاء. تنوع بيولوجي وحيوي يميز جزيرة سخاء. هذا التنوع هو الذي كان الرافد المهم في أن تحظى بالرواد والزوار من كل مكان ليستمتعوا بجمال الطبيعة التي تتزين ملامحها في جزيرة سخاء. لا يوجد أي مخاطر في الجزيرة، يعني مخاطر يعني من حياتها، من حياة القرصنة ما قرصنة والأشياء الثانية، هذا ماشي. والله نريد حماية الجزيرة هذه، إذا بيحموها هذه تعتبر كنز لمنطقة بير علي بالذات واليمن بشكل عام. سخا العجيبة هبة ربانية ومزايا فريدة. ها أنتم تشاهدون جمالا طبيعيا وبشكل مبهر يخبر عن إبداع الخالق وأهمية المكان. هذا سر كان حبيسا عن الكاميرا والناس، وأصبح الآن مبعث إبهار ترقبه الأنظار. إنها حكاية إعجاز كوني تعطينا يقينا أن الطبيعة ما زالت حبلى بالعجائب والأسرار.